في ايه؟ الست دلال وقعت من طوره ما حطتش منطق. دلال؟ وانت سبتيها واقعه؟ وانا حاسبها، ده انا شلتها بايدي وحطيتها في السريره قطمت وسطي. تعالى شوفها يلا. في ايه يا حاج؟ بتقولي دلال وقعت؟ وقعت؟ ايه اللي حصل؟ تعالى نشوف فيها النهار. حاضر. ايه اللي حصل يا وليا؟ وقعت. هو في ايه يا زينب؟ ايه اللي حصل؟ دلال وقعت من طوره ما حطتش منطق. يا خوفي يا شعبان، البيت ده يقع بالزحمه اللي عليه ونروح كلنا في الجيرينيه. يا عم هيستحمل ده بيت معتق، خلصنا فينا. والنبي يا اولاد انا شايفه ملوش لزوم اللي انتوا بتعملوه ده خالص. ايه يما؟ دي عمر عم مانع ما نقدرش نكسرها. وبعدين ده راجل في مقام ابونا. انا عن نفسي هقول له يا بابا. انا برضو شايفاكم متضايقين يعني من حكايه الجوازه، كبرانه في دماغكم امكم تتجوز امكم. انا اصلا مش عايزه اتجوز، عمري ما قلت يا جواز. ليه بتقولي الكلام ده يا اما؟ حد قالك ان احنا مانعين ولا حاجه؟ شايفاكم مش مبسوطين، وبعدين لازم تعرفوا ان انا ماليش غيركم في الدنيا، وان انتوا اعز عندي من الدنيا كلها والله. يا اما مش عايزين غير سعادتك. ربنا يخليكي ليه يا اما. والله يا اما الدمعة هتفر من عيني. يا حبايبي يعني انتوا راضيين؟ شرقية الأحلى عروسة يا عسل طالعة السلالم. يا ما شاء الله عليها نزلة السلالم ونعم في ايديها طالعة السلالم. عسل طالعة السلالم. يا ما شاء الله عليها نزلة السلالم ونعم في ايديها طالعة السلالم. ايوه حسنات يا عسل. ده شكل المزاج عالي وطاير في السماء. ده الحمام هو اللي طاير يا ابن صياد. صباح الفل يا عريس. عريس؟ ده انت جاي تتريق بقى. ازيك يا حبيبي؟ الله يرضى عليك. والله انا جاي اصبح واطمن. اطمن؟ ربنا بيسترها مع الغلابه اللي زي حالتنا. طب وضبت البيت زي ما اتفقنا؟ لا بالحقيقة اطمن قوي، البيت اتوضب وبقى 10 على 10. الحمد لله، يعني توكل على الله ونخش الليلة؟ نخش؟ قصدك نتوكل على الله واخش؟ اخش؟ ما انت هتلمني لما قال ونخش الليلة، فين انا فواز؟ مالك يا عم؟ متعصب ومتوتر ولولك مخطوف كده. انت خايف؟ خايف من ايه يا واد انت؟ الله انت جاي الخايف؟ لا مش خايف. بس بيني وبينك يعني الركنه بتقلي شويه. ما هو ده اللي انا بقوله، عشان كده انت لازم تسخن لا يجيلك عضله وتريح جنبها. اريح جنب مين؟ جنب العضله. يا ما شاء الله عليك يا فواز. ما شاء الله، ده انت صايح فايق ورايق على الاخر وجاي تشغلني انا بقى. بالعكس، انا جاي اقف جنبك واساعدك. هو الابن ايه غير سند لابوه؟ وبالذات لما يكون في زنقه زي اللي انت فيها دي. انا الليله دي هظبطك. هظبطت ازاي يا؟ هظبطك. ايوه هظبطت ازاي؟ امال هسيبك زي ابو سميحه؟ هسندك زي ما بنسند ابو سميحه. لا لا معلش يا فوز، انا اصلي ماليش في الكلام ده. هو في احلى من الكلام ده؟ سبحان الله. ايه؟ سبحان الله. ايه يا فواز؟ ده شوف مجرد سيرة الكلام ده خلت وشك نور وزنهر وصغرت كده يجي 10 20 40 60 سنة. صغر 60 سنة؟ وديني المدرسة. صباح الخير يا سيادة المستشار. صباح الخير يا حبيبتي، غريبة انت نمتي كتير قوي النهاردة. ما حسيتش بنفسي، انا كنت تعبانة جدا. انما قولي يا بابا، انت ليه كل يوم بتضايق نفسك بالحاجات اللي بتقراها دي؟ يا حبيبتي قريت الجرايد على الصبح كانت زمان عشان تعرفي معلومة تقري لكبار الكتاب زي احسان عبد القدوس، نجيب محفوظ،
مصطفى امين ويوسف السباعي وغيرهم كتير. كان في ناس بتكتب وناس بتقرا. وقتها كنت بتستمتعي بكل كلمه مكتوبه، بتبداي يومك بفكر، بتضحكي ضحكه من قلبك بريشه صلاح جايين. اما دلوقتي الموضوع مسخ على الاخر، كل صفحه تقريها تجيب لك اكتئاب اكتر من اللي قبليها، كان في سبق ما بين الجرايد في نشر المانشيتات اللي تزعلك. طب يا بابا هم هيجيبوا منين؟ ما هو ده حال البلد. يا بنتي في حاجة اسمها روح النص، يعني ممكن الموضوع يكتب بألف طريقة، اشمعنى يعني يختاروا الطريقة اللي تجيب كآبة وتهليل ودوشة على الفاضي؟ عشان كده أنا ما بقراش جرايد خالص. الفطار جاهز يا أساتذة، الجارية اللي أنتم مأجرينها عملت الفطار ومستنية الإشارة. ميرسي يا حبيبتي، برافو عليكي، اخلصي بقى احنا جايين أهو. يلا يا كمل. إلا صحيح قولي لي، المؤتمر بتاعك كان عامل إيه لطيف؟ صحيح نسيت أقول لك، في حاجة غريبة جدا حصلت. حاجة ايه؟ في واحد كده اسمه حاجة الصياد، واحد من اللي طالعين في المقدر اليومين دول واعلاناته مالية القنوات، كان موجود في المؤتمر وتبرع للجمعية بمليون جنيه. عادي بيعمل دعاية لنفسه. ما انا ممكن افهمها كده، بس الغريبة بقى ان هو تبرع لجمعية بتدافع عن حقوق المرأة وهو اصلا ما بيسلمش على الستات، فهو ده اللي ملخبطني. انت بتضحك على ايه يا بابا؟ ولا حاجة يا حبيبتي، يلا تعالي بس ناكل وبعدين احكيلك على كل حاجة، لأن أصل ده موضوع شرحه هيطول. يلا يلا يا كاميليا. يلا يا نور. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شفيقي. ألف مبروك. أبو أيمن. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. أبو محمد. أشور. حبيبي. أتوي. محمد. حبيبي ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا خلود. ألف مبروك. مبروك يا تسوي على جواز الحاج أمك. الله يبارك فيك. عمال أمك عاش حياتك. حياتك. الله يبارك فيك. ألف مبروك حبيبي. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. زوجتك يا أمي السيدة حسنات محمد حسين. قولي عرسنا. قبلت زواجها. قبلت زواجها منك لنفسي. منك لنفسي زواجا شرعيا. زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسولي. على كتاب الله وسنة رسولي. وألف مبروك بالرفاء والبنين. ولا لسه شكله خلص يا خالتي؟ طب وهي انهار ما جاتش عشان تقول لنا ليه؟ زمانها جاي. اتدحرج واجري يا رمان. انا على حجري يا رمان. انا حجري حنين يا رمان. انا بتحكي يا رمان يا رمان. انا واحده بالليل الساعه واحده طالعين غيشة نازلين غيشة كسر غوايشة بالليل الساعه واحده يا رمان. يا حبيب جده.
بارك فيك يا حبيبي. بقول لك يا واد، الليله دي مش هتنفع بغيرك ابدا. فواز امرني يا حاج. ليه طلب عندك مش هتكسفني فيه؟ ولا اقدر اكسفك، ده انت عارفنا. انا عاوز منهم يغني لي الليله. غني ازاي يا حاج وانت عارف اللي فيها؟ يا واد الليله تبقى فيه ايه؟ الله حاج الحالف ما جراش حاجه يا فواز. خلاص نصوم ثلاث ايام لاجل عيونك يا حاج. مش يبقى انت اللي هتغني يا ده هي وعيون بهية كل الحكاية عيون بهية ويا بهية دبريني بالهم بيك الليمين يا عيونك يا صبية بالحب مليانين يا بهية دبريني بالهم بيك الليمين يا عيونك بص ادخلي بس برجلك اليمين عشان تحصل البركه.